السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم جيت ندير معكم المحلبيه. فوالا، دونك لقيتها كتباع عند هذاك التركي، دونك جبتها قلت نجربها اول مره. تبعت داكشي اللي كاين في سميتو، ماشي شي حاجه يعني واعره، هادشي بان ليا داير كي الفلون. دونك كاين الساشي هذا، بودر بيضاء دايره بحال السكر، تزيدي عليها نص سيترو ديال الحليب. دونك انا بقى في هذا نص سيترو ديال الحليب، تخلطيها مزيان مزيان مزيان. يعني ماشي غنختار صاروخ، لان هذا الشيء غير موجود، يعني هو مصاوب غير ما هو. كنفكركم بعض المرات في شي حويجات هكايا. ايوا، تديريها في الكاسرونه وتسديها تيطيب هذاك الشيء، حتى كيتبقاي تخلطي فيها حتى يتجمع يعني يولي قاصح. ملي كيولي قاصح كتجيبي كتكبي في هذوك لي كوب هكايا، هادشي انا طيحه على داك التركي. دابا اللي كنشوفها عندكم البنات في القنوات ديالكم، تنقول انا نمشي نجرب هادي. انا سمعتكم كتقولوا التحليه، هبه كتقول لي التحليه، ولكن شوف راني قريت مكتوبه فيها المهلبيه ولا المحلبيه، المهم نشوف كي دايره. جاتني بحال الفلون، غير ماهي قاصحه. ومن بعد شريت ليها داك الباكي ديال سميتو هذا بيستاش، يمكن مكسرات وبيستاش، بيستاش مدقوق شويه. ايوا، غنكبو فوق منهم يعني نعمر على حساب، ونشوفو كي غتجينا هاد التحليه. جو بريفير احسن حاجه نقول التحليه جاتني سهله، ما عرفتوش ديال سوريا ولا لبنان ولا المهم ديال الشرق. ايوا، كنت درتو في اخر رمضان وصورتو، وها هو قاسمتو معاكم. الباكي رخيص زعما، ما كاين مشكل. داك البيستاش اللي شويه معليش، المهم ها هو جا زوين والله، لا ذقتو زوين زوين، ماشي ديال المغرب ولكن زوين. وبالصحه والراحه، وان شاء الله تعجبكم. اي بون ابيتي.